السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هو ثاني زمرة مهمة وهي The Group of Permutation. المقصود بالـ Group of Permutation إذا كانت عندنا مجموعة الأس تساوي لنا واحد الأعداد الصحيحة 1 2 3 إلى N. المقصود بالـ Permutation هو مجموعة كل الدوال اللي هي 1 to 1 onto من S إلى S. هذه المجموعة من الدوال إذا جمعناها كلها في مجموعة وأخذنا فقط المختلفة مالتنا، جمعناها كلها نسميها في حالة بالـ SN. عدد عناصر الـ SN دائما يكون عبارة عن N factorial. بمعنى آخر، إذا كانت الـ S مالتنا هي عبارة عن 1 2 3، أصبح عدد عناصر الـ SN هو عبارة عن 3 فكتوريال اللي مساوي لنا إلى 6. هذه العناصر شلون تكتب بشكل عام؟ إذا أخذنا الـ F ينتمي لنا إلى Sn، هذا اللي كتبه بشكل F تساوي لنا الواحد أسفل يكتب صورة الواحد، الاثنين صورة الاثنين، الثلاثة صورة الثلاثة، وهكذا إلى الـ N، وأسفلها تنكتب صورة الـ N. إذا أخذنا هنا عنصر الموجودات بالـ Sn، الـ F والـ G، فالعلاقة المعرفة هنا هي علاقة الكومبوزيشن، أي تأكيد. فجي كومبوزيشن F تحسب بالشكل التالي: إذا كان الواحد يروح إلى F of 1 والاثنين إلى F of 2، N إلى F of N، كومبوزيشن 1 G of 1، 2 G of 2، N G of N، وهكذا. شلون تحسبون التركيب؟ التركيب تحسب بالشكل التالي: الناتج مالتنا راح يكون الواحد يروح إلى F compose F of G of 1، 2 دي يروح إلى F of G of 2، ال N دي يروح إلى F of G of N. إذا أخذنا مثال على فرض أنه ال N مالتنا كانت تساوي 3، مجموعة ال S بيجي هذا بالمناسبة 3 هنا مكتوبة زايدة مو موجودة، S تساوي لنا 1 2 3. وفي حالة مثل ما قلنا سابقا انه عدد العناصر راح تكون 3 فكتوريال بمعنى 6. فالبرميتيشن اللي موجود عندنا هنا شنو؟ البرميتيشن اللي موجود عندنا هو الايدنتيتي اللي سميناه F0، واللي هو عبارة عن الواحد ينقل النهاية الى الواحد، الاثنين الى اثنين، والثلاثة الى ثلاثة، وبعدها F1 اللي تنقل لنا الواحد الى الواحد، اثنين الى ثلاثة، وثلاثة الى اثنين. الـ F2 تنقل لنا الواحد إلى 2، 2 إلى 1، وثلاثة إلى 3، و F3 الواحد إلى 3، 2 إلى 2، 3 إلى 1، F4 الواحد إلى 4، 2 عفوا الواحد إلى 2، 2 إلى 3، وثلاثة إلى 1، و F5 اللي هو 1 إلى 3، ومن ثم 2 إلى 1، وثلاثة إلى 2. هذه الحقيقة نلاحظها أن كلها مختلفة، وقلنا العلاقة المعرفة هنا هي الكومبوزيشن. سابقا احنا تطرقنا الى انه في المرحله الاولى، بالمرحله الاولى في ماده الاسس تطرقنا الى انه الكومبوزيشن بطبيعته هو عمليه تجميعيه. بمعنى اخر، اصبح حاليا واضافه الى هذا، اذا تاخذون كل اثنين من ذني تسوي لهم كومبوزيشن مع بعض، الناتج راح يكون واحد من ذولا، وبالتالي اذا هي عباره عن عمليه ثنائيه باينري اوبريشن. اصبح عندنا هنا أصبح عندنا الايدنتيتي أيضا موجود اللي هو F نوت، وبالتالي نظامنا الرياضي S3 مع الكومبوزيشن هذا هو عبارة عن الآتي: أولا موجود العنصر المحايد هو أسوشياتيف، العملية مالتنا ثنائية، باقي ندور على من نبحث عن المعكوس أو النظير المن إلى العناصر. نلاحظ انه نظير الايدنتيتي هو الايدنتيتي، اوكي، اي بمعنى اخر الايدنتيتي اذا تاخذون مع نفسه يطلع لنا الايدنتيتي، والنظير لاف 2 هو اف 2 نفسه. فاذا تاخذون هنا 1 2 2 1 3 3 كومبوزيشن 1 2 2 1 3 3، تلاحظون هنا الواحد يروح للاثنين والاثنين ده تروح للواحد، إذا الناتج راح يكون واحد يروح للواحد، الاثنين ده تروح للواحد والواحد ده يروح للاثنين، إذا ناتجها أيضا راح يكون اثنين اثنين،
وهكذا راح يكون 3-3. بمعنى آخر أنه نظير الاثنين هو نفسه F2، إذن F2 مساوي إلى النظير مالته. إذا نأخذ F5 و F4، نلاحظ هنا واحد اثنين، واحد يروح للاثنين، اثنين يروح ثلاثة، ثلاثة يروح للواحد، كومبوزيشن مع واحد ثلاثة، اثنين واحد وثلاثة اثنين، الناتج مالتنا راح يكون واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، وبالتالي إذا ال F4 هو نظير ال F5، وال F5 هو نظير ال F4. ففي هيجي حالة احنا ضمننا انه كل عنصرين او كل عنصر عفوا موجود في ال S3 الا نظير. اذا اصبحت عندنا ال S3 مع الكومبوزيشن حققت لنا كل شروط الجروب، اذا هي عبارة عن جروب. واضافة الى هذا يلاحظ اذا ناخذ F2 كومبوزيشن F5 اللي هو واحد يروح للاثنين، اثنين يروح للواحد، ثلاثة يروح للثلاثة، كومبوزيشن مع واحد ثلاثة، اثنين واحد، ثلاثة اثنين، نلاحظ الناتج مالتنا راح يكون هو عبارة عن واحد يروح إلى ثلاثة، اثنين إلى اثنين، وثلاثة إلى واحد. في حين إذا عكسناهم ذولا بدينا من F5 كومبوزيشن F2، نلاحظ الناتج الآتي. الناتج مالتنا راح يكون الواحد يروح للاثنين، الاثنين تروح للواحد، إذا واحد واحد، الاثنين واحد، واحد ثلاثة، إذا اثنين ثلاثة، وثلاثة تروح لمن؟ إلى اثنين، وهذه وهذه أكيد غير مساويين، وبالتالي إذا هذا الجروب مالتنا هو جروب ولكنه غير إبداري، بمعنى نون أبيليان جروب. نجي إلى النظرية اللي بعد. النظرية اللي بعدها شو تقول؟ تقول الأس إن بشكل عام مع الكومبوزيشن هو يكون لنا الجروب، وهذا الجروب يكون غير إبدالي ويسمى بالسيمتريك جروب. هذا شو وقت يكون غير إبدالي؟ إذا كانت الأن مالتنا أكبر أو يساوي لنا ثلاثة. وقد يسأل البعض ليش؟ لأنه إذا كان الأن مالتنا اثنين، عدد العناصر مالتنا بالأس2 راح تكون بهيج حالة هو عبارة عن فقط عنصرين، واحد من عندهم الأيدنتيتي والثاني راح يكون نظير نفسه، وبالتالي أكيد راح تكون إبدالية. أكو الحقيقة تعريف آخر لطريقة كتابة البرميتيشن بأسلوب آخر. شو؟ نقول هنا إذا أخذنا الأن واحد، أن اثنين إلى أن كي، هذني مختلفات عن بعضهن، أوكي؟ وكل العناصر اللي موجودة بين أن واحد وأن كي أيضا مختلفات، أوكي؟ البرميتيشن هذه الأف إذا انتمت إلى الأس أن، بحيث انه fn1 يساوي لنا n1 ni، العفو fn i تساوي لنا ni زائد 1، لكل i اصغر او يساوي لنا k اكبر او يساوي لنا 1، f of nk تساوي لنا n1 و fn تساوي لنا n for n for all n اللي ما تنتمي لنا الى n1 الى nk. هذه في هيجي حالة إذا تحققت نسمي الأف عندئذٍ بالكي سايكل. هذا الأف سايكل أوف الطول مالته شو راح يكون؟ يكون عبارة عن كي. إذا أخذنا مثال توضيح لهذه، نلاحظ أنه البرميتيشن هاي اللي قد أمامنا اللي هي 1 2 3 4 5 ده تنتقل إلى الواحد يروح إلى الواحد، 2 إلى 5، 3 إلى 2 و 4 إلى 4 و 5 إلى 3. هذه بإمكاننا أن نكتبها على التعريف السابق بالشكل التالي. لاحظون الواحد طالما يروح إلى الواحد إذن يهون، الاثنين إما دا يروح إلى الخمسة، إذن نكتب 2 5 بشكل أفقي. الخمسة إما دا تروح، الخمسة دا تروح إلى 3، بعد الخمسة راح نكتب 3، إذا أصبحت 2 تروح إلى 5، 5 تروح إلى 3، و 3 المن راح ترجع إلى 2. اللي ما انكتب عندنا هو الواحد والأربعة، بمعنى صورة الواحد هو الواحد وصورة الأربعة هي نفس الأربعة. واضح أمامنا أيضا إذا نلاحظ أنه
اثنين خمسة ثلاثة، إذا نأخذها بها الصيغة composition مع واحد اثنين أربعة ثلاثة، واللي نقدر نكتبها بالصيغة الثانية اللي هو قلنا احنا طالما الواحد ما موجود إذا الواحد يروح للواحد، اثنين دا تروح إلى الخمسة، الثلاثة دا تروح إلى اثنين، والأربعة إلى أربعة، والخمسة من خمسة إلى ثلاثة. وأيضا الثانية اللي هي واحد دا تروح إلى الاثنين، الاثنين دا تروح إلى الأربعة، والأربعة تروح إلى ثلاثة، والثلاثة دا تروح لمن؟ إلى الواحد. بقت عندنا الخمسة ما مكتوبة، إذا الخمسة دا تروح إلى خمسة. ناتج هذه راح يكون بالتركيب الواحد إلى اثنين، اثنين دا تروح إلى الخمسة، إذا واحد خمسة، اثنين أربعة، والأربعة دا تروح لمن؟ إلى الأربعة، إذا اثنين أربعة، ثلاثة دا تروح للواحد، والواحد دا يروح إلى الواحد، إذا ثلاثة واحد، والأربعة دا تروح إلى ثلاثة، وثلاثة دا تروح للاثنين، إذا أربعة اثنين، وخمسة دا تروح إلى ثلاثة. هذه إذا نكتبها بنفس الصيغة السابقة، لاحظوا لي واحد دا يروح إلى خمسة، إذا واحد خمسة، الاثنين دا يروح إلى أربعة، العفو الخمسة، الخمسة دا تروح لمن؟ إلى ثلاثة، إذا بعد الخمسة راح نكتب شنو؟ ثلاثة. أصبحت واحد يروح للخمسة، الخمسة تروح إلى ثلاثة، والثلاثة لمن دا ترجع؟ إلى واحد. إيش باقينا؟ باقينا اثنين أربعة والأربعة اثنين، هذه تكتب الحقيقة بجانبها وتصير عندنا كأنما الأولى كومبوزيشن الثانية اللي هي اثنين دا تروح للأربعة والأربعة تروح لمن؟ إلى اثنين. والحقيقة أكو نظرية تقول إنه كل permutation بإمكاننا أن نكتبها على شكل commutative product of cycles permutation. بمعنى آخر إذا أخذنا permutation، هاي permutation بإمكاننا نكتبها بالصيغة السابقة حاصل ضرب permutation، أي بمعنى بيناتهم composition، نحن عندنا الضرب هسا، إذا الcomposition بيناتهم ويكون هذا التركيب أكيد إبدالي لسبب مين عاد. وحنا نأخذ مثال عليه توضيحي، نقول إذا أخذنا الأف مالتنا هو واحد اثنين ثلاثة إلى الكي، فنكتب في هيك حالة الصيغة الآتية إنه الأف تساوينا واحد كي كومبوزيشن كي ماينس واحد كومبوزيشن وهكذا إلى واحد اثنين. هذه شلون تكتب؟ لاحظوا إذا تحلوها بالطريقة الموضحة أسفلها، إذا نأخذها بمثال إنه واحد اثنين ثلاثة، فراح تسحبون الواحد مع ثلاثة ويبقى لنا واحد اثنين. شوف واحد دا يروح لمن؟ إلى ثلاثة. مع هذا بالتركيب شو راح يصير عندنا؟ هنا التركيب مالتنا الواحد يروح للاثنين، الاثنين ما موجود هنا، إذا الاثنين يروح لمن؟ إلى نفسه، وبالتالي إذا أصبحت عندنا واحد اثنين، اثنين دا يروح إلى الواحد، الواحد دا يروح لمن؟ إلى ثلاثة، إذا أصبحت اثنين ثلاثة، وثلاثة لمن دا يروح؟ ثلاثة دا يروح إلى الواحد، وبالتالي أصبحت هذه بإمكاننا أن نكتبها بصيغة ثانية عبارة عن composition ب two cyclic cycle permutation. وشكرا جزيلا لإصغائكم.